السلام عليكم، نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. القوات الخاصة الصاعقة ببنغازي تعلن مقتل 4 من عناصرها جراء انفجار لغم أرضي بمحيط المستشفى الأوروبي بمنطقة الجوارشة. غرفة العمليات الخاصة تؤكد سيطرتها على مجمع العيادات بالكامل وتتقدم باتجاه الحي رقم 1، وتعلن استشهاد 4 من قواتها وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح. عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي يدعون إلى وضع آليات لإعادة فتح الطريق الساحلي، وغرفة عمليات المنطقة الغربية تطالب بمحاربة ما وصفته بالظواهر السلبية في المنطقة. أهلا بكم. أفادت القوات الخاصة الصاعقة ببنغازي بمقتل 4 من عناصرها يوم أمس جراء انفجار لغم أرضي بمحيط المستشفى الأوروبي بمنطقة الجوارشة غرب المدينة. وأوضحت القوات الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك أن القتلى ينتسبون للكتيبة الأولى صاعقة، مشيرة إلى أنهم كانوا يحاولون التقدم في عملية وصفت بالنوعية بالمحور الغربي. قالت وكالة بشرى الإخبارية إن طائرات أجنبية دون طيار نفذت 8 غارات جوية يوم أمس استهدفت منطقة جنفودة التي يقطنها عدد من العائلات المحاصرة. وأوضحت النافذة الإعلامية لسرايا الدفاع عن بنغازي عبر حسابها على موقع تليجرام أن سلاح الجو التابع للقوات لقوات الكرامة نفذ هو الآخر 5 غارات جوية، مضيفة أن منطقتي جنفودة وبوصنيب تعرضتا لقصف عشوائي نتيجة استهدافها بمدفعية الهاون. في سياق متصل أشار مركز السرايا للإعلام إلى أن غالبية محاور القتال في بنغازي شهدت ليلة أمس هدوءا حذرا. وأكد مركز السرايا للإعلام النافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي قيام قطعة بحرية حربية مجهولة الهوية بقصف مواقع تابعة للمجلس في جنفودة ومصيفي الأسيل والنيروز. وأفاد المركز بأن القوات التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي تعاملت مع القطعة البحرية بالرشاشات الثقيلة في محاولة لاستهدافها. قال الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري إن 4 من قوات عملية البنيان المرصوص استشهدوا اليوم إثر اشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. وأضاف الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المستشفى الميداني سرت استقبل اليوم أكثر من 30 جريحا تفاوتت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة. كما أشار الغصري إلى تقدم قوات عملية البنيان المرصوص تجاه الحي رقم 1، حيث تمكنوا من السيطرة على مجمع العيادات بالكامل، مشيرا إلى استمرار عمليات القصف التي ينفذها الطيران الحربي التابع لغرفة العمليات الخاصة وطيران الدعم الدولي. أفاد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص بأن قوات العملية تمكنت صباح اليوم من السيطرة على مبنى الأمن الداخلي سابقا، والذي كانت تستخدمه عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سجنا. وأضاف المركز عبر صفحته على فيسبوك أن قوات عملية البنيان المرصوص تواصل تقدمها في عدد من المناطق بمدينة سرت. وأشار المركز الإعلامي لعملية البنيان إلى أن المدفعية الثقيلة التابعة للعملية استهدفت تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة وسط سرت. أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن الطائرات التابعة لغرفة الطوارئ الجوية قامت بتنفيذ طلعات استطلاعية لرصد تسلل بقايا ما يعرف بتنظيم الدولة من سرت. وأضاف المركز الإعلامي لعملية البنيان عبر صفحته على فيسبوك أن الطلعات ستغطي المنطقة الوسطى بالكامل حتى أقصى الجنوب الليبي، إضافة إلى المنطقة الغربية وصولا إلى معبر راس جزير الحدودي. قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسف إن أكثر من 974 ألف طفل في ليبيا
بحاجة للمساعدة الإنسانية جراء الحرب الدائرة. وأضافت المنظمة في تقرير لها حول الاحتياجات الإنسانية في ليبيا لشهر يوليو الماضي أن المعارك الدائرة في عدة مناطق لا سيما سرت تسببت في انقطاع عدد من الأطفال عن دراستهم، وهم بحاجة إلى الدعم النفسي والمادي. ونوهت المنظمة إلى أنها تعاني من فجوة في تمويل الاحتياجات الإنسانية في ليبيا، حيث بلغ حجم النقص ما يزيد عن 10 ملايين دولار بحسب يونسيف. أكثر من 974 ألف ليبي ممن هم دون 18 عاما بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة نتيجة تدهور الأوضاع في البلاد. إحصائية جديدة تعكس تأثير تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا على الأطفال، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، تناول الاحتياجات الإنسانية في البلاد خلال شهر يوليو الماضي. يونسيف أشارت في تقريرها أيضاً إلى أن قرابة 2,400,000 شخص، بينهم أكثر من 425,000 ليبي نازح داخل البلاد، بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مؤكدة أن 28,000 أجنبي من طالبي اللجوء عالقون في البلاد. سرت كانت أكثر المدن التي تضررت جراء المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بحسب المنظمة، حيث تم إحصاء ما يزيد عن 32,000 طفل نازح من المدينة إلى مناطق بني وليد وترهونة ومصراتة وأبو سليم بطرابلس، وتخلف أغلبهم عن المدارس وأصبحوا في حاجة ماسة للعلاج النفسي. كما تضمن تقرير يونسيف أيضاً أن 64 مدرسة بمناطق سرت وبني وليد وترهونة تضررت وأغلقت أبوابها، وهو ما يمثل 17% من إجمالي عدد المدارس في هذه المناطق. تقرير منظمة الطفولة تحدث عن المساعدات التي قدمتها في مجالات التوعية بمخلفات الألغام، وخاصة في بنغازي التي تلقى فيها ما يزيد عن 320 طفلاً دورات للتوعية بمخاطر المخلفات الحربية، كما قدمت جلسات دعم نفسي لأكثر من 1,300 طفل في مدن جنزور وغات والزاوية وسبها وبني وليد. ومع ازدياد التحديات التي تواجه العاملين في مجالات الإغاثة، أعلنت يونسيف أنه تم توفير 9 ملايين دولار لتمويل برنامج الاحتياجات الإنسانية للعام الجاري في ليبيا من إجمالي 19 مليون دولار هي الكلفة المقدرة للبرنامج. إحصائيات تطرح تساؤلات عن مستقبل الطفولة في ليبيا وعن سبل وقف الاقتتال في البلاد وما وصف بالانتهاكات وجرائم الحرب في حق الأبرياء. وقال الممثل الخاص لمنظمة يونسيف في ليبيا غسان خليل في برنامج العاشرة إن الوضع الإنساني في البلاد يشهد تدهورا مستمرا، وإن تواصل الخلاف يفاقم المشكلة، مشيرا إلى أن ما تقوم به المنظمة يأتي ضمن الإمكانيات المتاحة لهم. نحن كمنظمة يونسيف نحاول بقدر وسعنا أن نستجيب وفقا للتمويل المتوافر لدينا ووفقا للإمكانيات وأيضا وفقا للظروف التي تسمح لنا بالوصول لكل محتاج في ليبيا. وندعو وفقا للقانون الإنساني الدولي الجهات المتقاتلة بأن لا تحاصر أحد، وبأن لا تجند أطفال، وبأن لا تدخل أطفال في المجموعات المسلحة، ونذكرهم دائما بأن هذه هي جرائم حرب. للتعليق على هذه المواضيع ينضم إلينا عبر الهاتف من روما الناشط السياسي محمد فؤاد. سيد فؤاد، إذن قوات البنيان المرصوص تؤكد سيطرة قواتها على مجمع العيادات بالكامل وتقول إنها تتجه نحو الحي رقم 1، كيف تقيم التقدم الذي تحرزه غرفة العمليات الخاصة في سرت؟ بسم الله. في الحقيقة إنجاز غير مسبوق، يبدو أن أيام داعش في سرت أصبحت معدودة. لا أعتقد أنها ستتجاوز أسبوع أو أسبوعين وستكون سرت محررة بإذن الله. للأسف الشديد الخسائر كانت كبيرة، حوالي 400 شهيد رحمهم الله، ولكن على الأقل ارتاحت ليبيا من هذا التنظيم الإرهابي، التنظيم المجرم، أحد أكبر مشاكل ليبيا في بعد الثورة. طيب الآن على الصعيد الإنساني، هناك أكثر من 974 ألف طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية جراء الحرب الدائرة، ذلك بحسب اليونسيف. أرقام متتالية تصدرها المنظمات الدولية بشأن الوضع الإنساني في ليبيا، كيف تقرأ صداها؟ الحقيقة أرقام مبالغ فيها جدا. يعني أول حاجة مليون طفل، يعني حوالي كل الأطفال الليبيين،
المشاكل الموجودة بالنسبة للدولة الليبية معروفة، لا أعتقد أنها تخص الأطفال فقط. الكل يعلم أن الدولة غير موجودة، ضعف الحكومة الشديد وعدم قدرتها على تنفيذ أي قرار من قراراتها هو هذا المشكل. المشكل في ليبيا سياسي وليس أي شيء آخر. طيب عندما نتحدث عن تأهيل عدد من المدن، إلى أي مدى يمكن أن تساهم موافقة مجلس إدارة برنامج تحقيق الاستقرار في ليبيا على التدخل في بنغازي وأوباري وككلة؟ إلى أي مدى ستساهم فعليا في إعادة تأهيل هذه المدن؟ نحن نعمل كلنا في إعادة تأهيل ليس هذه المدن فقط، الكل مدن ليبيا. المشكل الآن بالنسبة لمدينة ككلة ومدينة أوباري يعني المشاكل محلولة إلى حد ما، ولكن كما يعلم الجميع بنغازي لازالت الحرب فيها مستمرة. للأسف الشديد المادة الخاصة بإيقاف القتال في بنغازي وفي كافة المدن الليبية في الاتفاق السياسي الآن لم تطبق ولم تنفذ، هذه هي المشكل. وكما قلت قبل قليل المشكل سياسي، يجب إيجاد حل سياسي للمشاكل قبل أن يتم أي تأهيل لهذه المدن أو قبل حتى تنشيط الدولة الاقتصادية في ليبيا. أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من روما الناشط السياسي محمد فؤاد. دعت غرفة عمليات المنطقة الغربية في بيان لها المجلس الرئاسي إلى دعم الغرفة لمحاربة ما وصفته بظواهر سلبية في بلديات الساحل الغربي. وقال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية محمد اللافي إن قواتهم على استعداد لفتح الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وورشفانة في حال اتخذت التدابير اللازمة من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني وتأمينه من قبل الجهات الأمنية التابعة للدولة. وأوضح اللافي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الغرفة لن تتهاون مع ما وصفها بالجهات غير الشرعية والخارجين عن القانون والمساس بأمن بلديات الساحل حسب قوله. طالبت قبائل ورشفانة المجلس الرئاسي بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة بلديات الساحل الغربي لتأمين الطريق الساحلي وضمان سلامة المواطنين وتجنب القبض على الهوية. وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة مبروك أبو عميد إن عددا من عمداء بلديات الساحل الغربي بحثوا خلال اجتماعهم بمنطقة الزهرة في ورشفانة آخر التطورات التي يشهدها الطريق الساحلي وسبل وضع آلية لإعادة فتح الطريق. وأضاف أبو عميد لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجتمعين ناقشوا أيضا الصعوبات المتعلقة بفتح الطريق الساحلي وتأمينه. هذا ورحب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة بالجهود التي تبذل لتهدئة الأوضاع في المنطقة. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من الزاوية آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية محمد اللافي. سيد اللافي، طلبتم المجلس الرئاسي بدعم غرفتكم لمحاربة ما وصفتموه بالظواهر السلبية في بلديات الساحل الغربي. السؤال هنا، ما طبيعة الدعم المنشود؟ والله الدعم المطلوب من المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه هو الدعم المادي، يعني الدعم المادي والمعنوي. فيما يتمثل الدعم المادي تحديدا؟ طبعا بالتوفير للسيولة المالية باش الغرفة تقدر تتحرك يعني وتقوم بمهامها على الوجه الأكمل. طيب برأيكم ما التدابير لازم اتخاذها من قبل وزارة الدفاع لتكون رادعة للجهات غير الشرعية والخارجين عن القانون بحسب وصفكم؟ والله احنا تواصلنا مع وزارة الدفاع بخصوص موضوع الطريق الساحلي والأمور الأشياء اللي على هذه الشاكرة، ووعدت وزارة الدفاع على أساس أنها تقوم بواجبها الفترة المقبلة يعني. فيما يتعلق بقبائل ورشفانة، هل من تنسيق بينكم وبين هذه القبائل التي طالبت المجلس الرئاسي بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة بلديات الساحل الغربي؟ مش واضح السؤال والله. هل من تنسيق بينكم وبين قبائل ورشفانة؟ قبائل ورشفانة؟ بخصوص فتح الطريق الساحلي، أليس الهدف واحد؟ هل هنالك أي تنسيق بينكم؟ والله في أطراف في ورشفانة ننسق معها، يعني ما عندنا إشكالية، إحنا ننسق مع أطراف من ورشفانة اللي تبي فتح الطريق الساحلي، وأي طرف يساهم في فتح الطريق الساحلي بطريقة
بالسلمية احنا نرحب بها الاشياء هذه سواء كان من مرشفنا او من اي طرف اخر يعني. اشكرك. يعني نشكر الجهود اللي يبذلوا فيها الاطراف هذه اللي تساهم في حل المشكله بدون اراقه دماء الليبيين، واحنا يعني باهل في النهايه يعني. اشكرك جزيلا امر غرفه عمليات المنطقه الغربيه محمد اللافي. نشرتنا متواصله وفيها بعد الفاصل. عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء بطرابلس يطالبون بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ما يقارب 5 أشهر. القوات الخاصة الصاعقة ببنغازي تعلن مقتل 4 من عناصرها جراء انفجار لغم أرضي بمحيط المستشفى الأوروبي بمنطقة الجوارشة. غرفة العمليات الخاصة تؤكد سيطرتها على مجمع العيادات بالكامل وتتقدم باتجاه الحي رقم 1، وتعلن استشهاد 4 من قواتها وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح. عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي يدعون إلى وضع آليات لإعادة فتح الطريق الساحلي، وغرفة عمليات المنطقة الغربية تطالب بمحاربة ما وصفته بالظواهر السلبية في المنطقة. أهلا بكم من جديد. رحب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع قبائل من المنطقة الشرقية يوم أمس في تونس. وأضاف ميلت في تغريدة عبر صفحته على تويتر أن الاتحاد بين أبناء الوطن هو السبيل الوحيد لمجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها ليبيا. نظم عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء وقفة احتجاجية أمام مبنى عمارة شارع النصر بطرابلس طالبوا فيها بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ما يقارب 5 أشهر. وطالب المحتجون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتدخل لصرف مستحقاتهم ومعرفة الأطراف التي تحاول عرقلة عمليات الصرف. كما أخلى المحتجون مسؤوليتهم في حال عدم تمكنهم من الاستمرار بمهامهم في عمليات التشغيل والصيانة. نخلي مسؤوليتنا أمام الله تعالى ثم الشعب الليبي بأننا غير مسؤولين عن وصول الأمر إلى مرحلة قد لا تتمكن فيها الشركة من أداء دورها في تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، ما لم نلتمس عدم استجابة الدولة أو التراخي في صرف مرتباتنا. وقد أعرب عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء بطرابلس عن تخوفهم من عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والعودة المدرسية. موظف الشركة العامة للكهرباء الحقيقة يعني أعطى الكثير والكثير والكثير، لكن لم يعبه به أحد من قبل الحكومات المتعاقبة. هي والله نخجل أن نقول مطالب، هي ليست مطالب، هي يعني حقوق أدمية، يعني ما هيش حقوق وظيفية. موظف شركة العامة الكهرباء خدم شهر 4 من غير مرتب، شهر 5 من غير مرتب، شهر 6 من غير مرتب، قصدي حتى شهر 7 من غير مرتب بكي مشكلة. وتو في جاية، بالنسبة تو في جاية العيد الأضحى إن شاء الله بمصاريف وجاية الدراسة. دعت تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني بمدينة البيضة الشركة العامة للكهرباء إلى تفعيل العقد المبرم مع شركة USB الأمريكية لتنفيذ محطة توليد كهربائية تصل قدرتها إلى 600 ميجاوات بالجبل الأخضر، وذلك للتخلص من مركزية توزيع الطاقة حسب وصفها. كما طالبت التنسيقية في بيان لها حكومة الأزمة بدعم الشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الشرقية وتوفير مرتبات العاملين فيها. تحث الحكومة على الاستفادة من العقد المبرم الموقع مع الهيئة العامة للكهرباء وشركة USP الأمريكية بتنفيذ محطة كهرباء بقدرة 600 ميجا وات ثابتة بالجبل الأخضر. نطالب بدعم شركة الكهرباء الواقعة بالجبل الأخضر بجميع الإمكانيات وتوفير المرتبات للعاملين بهذا القطاع ودعمهم من الناحية المادية والمعنوية. قال رئيس المجلس المحلي سرت عبد الفتاح السيوي إن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة
عاجزون عن تنظيم الأمور المالية من أجل توفير السيولة بالمصارف التجارية حسب تعبيره. وأضاف السيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن نقص السيولة أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية لسكان سرت والنازحين في مصراتة وزليط وطرابلس ومسلاتة والخمس، مشيرا إلى أن أغلب المصارف وضعت شروطا لسحب النقود حسب قوله. قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر إن الحدث الوطني للمصالحة سيعقد في 16 من سبتمبر المقبل بنالوت. وقال المبشر لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الدعوة وجهت لكافة النخب السياسية والعسكرية ورؤساء الأحزاب والحكماء والأعيان لبحث كافة القضايا وحل الأزمات السياسية والمعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة أن المجلس رفض طلب البعثة الأممية بشأن عقد الحدث الوطني في تونس، مشيرا إلى أنه وجهت الدعوة لها للحضور إلى نالوت للمشاركة في أول مشروع للمصالحة الوطنية الشاملة حسب قوله. قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنعالله إن المؤسسة نجحت في تفريغ 620 ألف برميل من ميناء الزويتينة ونقلها إلى مصفات الزاوية على متن ناقلة يونانية بعد موافقة الأطراف في ميناء الزويتينة على طلب المؤسسة بتفريغ هذه الخزانات. ونقل الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط عن صنعالله قوله إن خزانات ميناء الزويتينة تحوي حوالي 3,080,000 برميل من النفط الخام و180 ألف برميل من المكثفات. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس أن المؤسسة ستعمل على التعاقد مع سفن أخرى لتفريغ الخزانات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. دعا أعيان قبيلة العبيدات وحكماء مصراتة خلال اجتماع عقد في العاصمة التونسية دعوا حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف نزيف الدم في مدينتي بنغازي ودرنة وحماية الحقول والموانئ النفطية. وقال منسق مجلس شيوخ ليبيا بالمنطقة الشرقية فوزي العبيدي إن المجتمعين اتفقوا على دعم الحكومة حكومة الوفاق الوطني ومحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وحل ما وصفوها بالتشكيلات المسلحة غير النظامية. وقال العبيدي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن أعيان العبيدات اتفقوا مع حكماء مصراتة على تفعيل المصالحة الوطنية بين المدن وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم. نحن جينا لتونس العاصمة من أجل لقاء أخوتنا أهل مصراتة، من أجل لم الشمل، ومن أجل تقريب وجهات النظر. اتفقنا على دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها هي المخرج لليبيين في الوقت الحاضر. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. القوات الخاصة الصاعقة ببنغازي تعلن مقتل 4 من عناصرها جراء انفجار لغم أرضي بمحيط المستشفى الأوروبي بمنطقة الجوارشة. غرفة العمليات الخاصة تؤكد سيطرتها على مجمع العيادات بالكامل وتتقدم باتجاه الحي رقم 1، وتعلن استشهاد 4 من قواتها وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح. عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي يدعون إلى وضع آليات لإعادة فتح الطريق الساحلي، وغرفة عمليات المنطقة الغربية تطالب بمحاربة ما وصفته بالظواهر السلبية في المنطقة. دمتم في أمان الله.